ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ويقول الذين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين أوضاع السنة في إيران لا شك أنها سيئة وبل إن قلت أنها لا تقارن بما يحدث لإخواننا في فلسطين ما بالغت لأن أهل فلسطين لهم بواكي ولكن أهل السنة في إيران مع أنها يشكلون ثلث سكان البلد وهم سكان الأصليون كانوا في البلد ولكن لا بواكي لهم وهذا يعود إلى المشكلة العامة للمسلمين وإيران أسلمت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وخرجت من المجوسية من عبادة النار إلى عبادة الله الواحد الأحد لما تشيع إيران بالخطة الصليبية والسيف الصفوي الطائفي أي نعم بنى مجد هذه الدولة ولكن على حساب المسلمين حيث فرقت شرق العالم الإسلامي وغربها ومنذ ذلك العهد أصبحت بؤرة التجسس والمؤامرة للعالم الإسلامي ولكن وليس بعض الاضطهادات إنما أبادت الملايين من أهل السنة منذ ذلك اليوم لو كان هذا الكلام صحيحا هل وجد منذ 28 سنة إلى الآن وزير واحد من أهل السنة والسفير واحد من أهل السنة بل بواب السفير من أهل السنة لأن في إيران الدولة هي الدولة الضل الدولة خامنئي رئيس الجمهور يقول لهم ليس أكثر من مجرد صايع البريد كما قال خاتمي طهران هي العاصمة الوحيدة لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة منذ 40 سنة ونحن كنا نصلي صلاة الجمعة في مدرسة باكستانية حتى هذا أغلقوه حتى هناك من الشيعة الذين خرجوا من التشيع أي من خرافات التشيع نعم وكونوا
بيوت يصلوا صلاة الجمعة بيوت متنقلة مرة عندك مرة عندي وهكذا، حتى هذول مناعون. هذا من ناحية ليس طهران فقط، بل كل المدن ذات الأكثرية الشيعية يمنع فيها صلاة بناء مسجد واحد أهل السنة. وأما في مناطقنا، في مناطق السنية مثل كردستان، مثل بلوشستان، مثل تركمان صحراء، نعم هناك مساجد ومدارس دينية بنيناها من أهل الشاه ومن قبل أهل الشاه. هذه مدارس ورثناها ومساجد ورثناها، الآن مضايق لها بالشكل كبير جدا، عشرات من علماء السنة غفين لأنهم قتلوا معظم علماءنا الكبار، إلا من يرضى بالنفاق ومماشات معهم. ثاني كل ذلك، إيران لا تريد عبادتهم، إيران تريد تغييرهم، إيران دولة أقدية، إيران دولة طائفية، تريد تغييرهم من السنة إلى الشيعة وبشكل طرق صفات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا، إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين.